خل باليمين لهنا المنطقه تاع الشبيكي خربت. الشباب تعلم السرقه، تعلم الزطله، تعلم كل شيء. انا خاطر ما عادش عنده ما يعمل، ما ثماش خدمه. السيد هذايا من نهار دخل البلاد هذيا حرقها، البلاد كلها حرقها، لا خلى لا عنب. حرقها، كانت في خير ونعمه، كانت الناس تخدم، كانت المعصره هذه تخدم في الشبيكي كامله براسك، عائلات تاكل منها هذه. ملي جا السيد هذايا ما عادش الناس تخدم، ولا ثلاثه خدامه برك يخدموا في 900 هكتار، فهمتني؟ ولا تويك يقلع في العنب وباش يزرع البعل، باش يجي من العام للعام يهز صابه ويمشي، لا فما خدام، لا فما عساس. يقول هو الناس تسرق والشباب ما يحبش يخدم، لا نحبوا نخدموا نحن، فهمتني؟ يقول لا تسرق شباب، ما فماش حتى حد يسرق. إنسان يدخل لك في زرع، أنت تحافظ على الزرع نتاعك، ندخل أنا نفسدوا لي، شنو اللي تعمل؟ ناكل لك المحصول وناكل لك الدنيا الكل، اي شنو ندعم؟ هو مولى بالشريكه يعطينا فيها الحسيده، بعد ما يهز نعمته ويهز باله تبقى الحسيده فارغه، يخلينا نسرحوا فيها، ما عندوش اشكاليه معانا. ورغم ذلك ارفع بينا قضيه، كل مره هو شاكي بينا، كل مره عاملين لنا مشكله. احنا الناس بوسطاء، اصحاب عيال لقتوا في خبز، لكن النعجات هذاك هم اللي ناكلوا منهم ونشربوا منهم ونقروا منهم. على حسابه هو يحب يقطعها السعيه ذي. تقوت علينا الشريحه، ما نقول خير، ثوره تقوت علينا من المشاكل، ما نقول خير، برجي بعرفك، برجي بالحاكم. شنو معناه الحاكم؟ الحاكم مو بو الناس كله، لا، انا شان لقيت خبزه، وهو عارفي عاطيني كيما نقول فيها باش ناكل خبزه، انسان زاد باش نقيم به، انا كيما ما نحبش يقول لي نروح نسرح بالسيف، نسرح تراب مهمل. الجماعه اللي شاكي بهم هو كي ولت الدوله تراقب فيه شويه وتبعث له في اللجان ومن الولايه ومن كذا كذا، قال خويا انا ما خربتهاش الارض، يجي شوفوا يسرحوا فيها جماعه شوي. ها هما فلان بالاسم واللقب وبرقم بطاقه تعريف، هذا هنا كيستيون كبير. معناتها 20 واحد، انا كنقول لك جيب لي خمسه من الناس من حومتك بطاقه تعريف تقول لي ما نجمش. هو 20 واحد بنومري بطاقه تعريف بالاسم البو الراب. هذه التعاضدية كانت 87 متعاضد قارية، 75 150 أقل شيء، هذوما تلقاهم من تو الماي يتخادموا على الأقل 60 واحد معانا أوكازيونير وقتيين. هذوما التعاضدية كانت في خير، نخدموا لاباس عليه، لازم تروح العباد ونغسلوا وكل شيء وديما الخير مكدس، الحمد لله رب العالمين. اللي خذاها هو خلت مقعد فاشل، اللي خذينا تقاعد ولا خذينا حتى شيء ونبهوا علينا باش نخدموا في تعاضديه اخرى، رد بالك تخدم في تعاضديه اخرى، ما تخدمش، شدك الكترات هذوك وموت. ولاده لا يخدموا في حضاير، كي تدور توا ماضي ساعه الناس تتخادم، شويقي ما تلقى فيه كان الوليدات صغيري، الناس كل تتخادم، الناس كل تنتج، في الشهر في كل شهر شويقي هذا على الاقل تلقى 30 مليون تدور في المنطقه. اليوم ما تلقاش 5 ملايين يدوروا في المنطقة، جاء حطمها الأراضي اللي تشوف فيها حمراء كلها هذه، كلها عنوبات، كلها عنوبات، حطمها حتى فيها الغلم وحط فيها الواحد وحط على المواطنين. قضية شويقة بدأت من عام تلسار الجلال الزراعي عام 1965. صار جلال زراعي عايتوا الخدامه اللي كانوا يخدموا عند المعمرين والمضطهدين، يخدموا عند الكبار سوغا وجيلارتي وغيره وغيره، عايتوا لهم قالوا لهم الهنشير هذا باش تولوا تعملوا فيه كل التعاضديه وتشاركوا فيه، تشاركوا فيه كيفاش؟ اللي يدفع 20 دينار عام 65 وفيه توصيل فيه يولي مشترك في التعاضديه هذه. التعاضديات اصدر فيها قانون حلان تعاضديات، والفلاحين اللي حب يخرج، اللي حب ياخذ قطعه الارض اللي دخل بها يخرج بأرضه. شكون بقى في التعاضدي؟ بقى اللاندلس، الناس اللي ما عندهاش أراضي، فلاحين من غير أرض. صار علينا ضغوط كبيرة. أنا لو كان ما سلمش تعاضدية كان يحطني في الحبس. شكون؟ السيد المعتمد ورئيس الشعبة. فهمتني؟ شنو أساميهم؟ العربي خليع. العربي خليع وأحمد الزديري. ولا عندهم مدير من وزارة الفلاحة ومن وزارة كذا ومن ديوان مجردة، ولا الله أعلم مش يعملوا الكبارات الفوق. معناتها التعاضدية تدخل مثلا في مليار فلوس تلقاها صارت مليار ونص، ولا تخسر في السنوات 85 و86 حتى اللي تقاسمت عام 90 خاسرة التعاضدية. ولوا عملوا بهم رينيون في ولاية ريانا وعيطوا لهم عملوا لجنة تصفية مصفي باش يقسموها. قسموها كيفاش؟ 300 هكتار باش يعطوها ل 61
متعاضد و 740 هكتار باش يعطوها المستثمر. تمزنا ما نعرفوش المستثمر شكون. وزيد 26 واحد ظلموهم ظلم كبير وقهر كبير، خرجوهم شيخوخه، هما الاصل 87، خرجوهم شيخوخه اعطوهم 50,000 شهريتهم، قالوا لهم ما عندكمش حق. قالوا لهم اعطيناكم، بابا ذبح اللوز في الثانيه والناس كله الاخ اللي هنا الكل فرحانين. هاكم ملككم. وقسموا بابا عطاوه 3 هكتارات و50 ار. ثم اللي باع حليب مرته، فهم بالك على اساس باش تدخل تشارك فيها باش تعمل راس مال وتعويضيه معناها نتاعكم. 91 يخدموا، 92 يخدموا، 93 يخدموا، 93 عيطوا لهم في وزارة أملاك الدولة، كتعملت وزارة أملاك الدولة وقت في مصطفى أبو عزيز، عيطوا لهم قالوا لهم توا باش نعطوكم الكونترات نتاعكم، جابوا الكونترات، الكونترا يظهر الكونترات وما هو هما ما يعرفوش يكتب، حتى حد ما يعرف يقرا ويكتب، الكونترا يظهر كيرا لمدة 15 سنة غير قابل للتجديد، يوفى في 1 جانفي 2008، أنا توا ماناش مستعرفين بحتى حد ونحسبوا فيها نتاعنا. من 2008 ما عادش البنوك تتعامل معاك، ما عاد حتى حد يتعامل معاك حتى كذا، يقول لك تصرف. خدامة نتاعي مش في كيرا، فهمت كيف تاج؟ لا 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 ما خدمش في أربعة. عندك بعد ما يزبط. هذه كلها. 15 معناها نحن نحكيو فمش القمح، مش مسألة قمح، هذه عندك شوفرة، عندك عساسة، عندك معناها مبرقين. هذيك يقول شي يحب خاطر هو بيدو ماهوش مأهل باش يعرف اللي هو مهمل ولا هاوي. تقول انت جاي تحت بسبب بيسير بسبب المناخ فهمتني طبعا. ولا ياثر على عدد الخدامة ولا ما ياثرش؟ لا ما ياثرش. 600 هكتار يخدم في تراكتور بركة. تراكتور واحد. كانوا قريب 5 تراكتورات. المحاريث كانت البر. باتاج نتاع العنب كان يشد بثلاثة شهور ولا أربع شهور. اليوم باتاج العنب ثلاثة أيام. كيفاش السيد هذا باش نفرحوا به في البلاد؟ كيفاش باش نوقفوا معاه؟ كيفاش باش يعاونوا ونعاونوه؟ 20,000 فيرما تشوف فيها منا ومنا اللي تحرقت واللي سرقت كان نتاعنا نحن، خاطرنا نحن حاجتنا بها نتاعنا هذه، نحن نحبوا نخدموا. اليوم مش مساله تنشد انا تقول لي انت جيب لي شوفور تراكتور سوق فيه كرهبه هو، لازمك تعرف كيفاش تريق له، تعرف كيفاش تهز المحراز، كيفاش تهبط المحراز، كيفاش تقد سموار، كيفاش تقد ماكينه الدواء، كيفاش هذا كله صدمهم دون سبيسياليزاسيون مندوب، مش اني نمشي قاعد تخدمني انا نحب نسوق تراكتور. هي تسوق صحيح كي الكهرباء، اما باش تدخل في الفدان حاجه اخرى. 50,000 بشر من هنا عنده ديبلومات وعنده شهاده نتاعو، يخرج لك من الاربعه نتاع الصباح يمشي يخدم، عليه ما يخدمش في بلاده. النساء هي اللي تخدم. ونساء هي المناضلات في تونس، ونساء هي اللي موقفة الفلاحة. لو ما كانتش فما المرأة التونسية الفلاحة امسح مات. 7,000 المرأة 14 دينار الرجل، شكون مهبول ما يخدمش نساء؟ ونساء ما تظهرش كما رجال، وسط متاعنا التربية متاعنا نساء المرسى ممكن طابت في الشارع، لكن نساء متاع الفلاحين مساكن ما ذكع ان نحرقوهم على خاطر ما يعرفوش الظاهر، ولا هذاك المجتمع بتاعنا. هو يحب نساء، هو يحب يجي لما اربع خمس نساوين باش يقعد انا كوم كوا انا يخدمهم، وشباب ما فهمهاش او ما حبش يخدم، ونحن بنعود موجودين وقت تشوف فيها كلها بطل. نعطي له شكون نعطي للشركه باش ترقى فلوسها، باش ترقى غدوه تقوي نفسها وتنجم تقدم القدام، ولا نعطي الاشخاص اللي جاي يسرق شكل. المشكل هنا من نحن نقاسيو فيها توا 50 سنة. اوني طونطران دو فير في اون بوليتيك دو سوسيال، ولو سوسيال سي كوا اللي يقولوا هما 80% فلاحة صغار الفلاحين وهال واحد. لا خد سو سون با دي زيدونتيتي ايكونوميك. دونك كي تقول لي نفسخ انا نتاع 2 ملايين ونتاع 3 ملايين و4 ملايين، ها نعطيك 3 ملايين و4 ملايين وفلح بهم يا سيد، تعمل شيء شنو سي اون ايدونتيتي ايكونوميك قاعد فما انتاج ما ماشي في باش ياكل باش يرقى قوت ياكل. دونك انا نقول لك ما ندخلهمش في الفلاحه، تدخل في نورمالمون في كريدي تاع بنك تضامن اجتماعي. سي دي سوسيال، سي ني با دو لاغريكولتور. الفلاحين الصغار عندهم الحق في الارض ولا؟ يعني والسؤال الكبير، سؤال المدخل نتاع الموضوع، شكون عنده الحق في الارض في تونس؟ وشكون عنده الحق في الماء؟ وشكون عنده الحق في الانتاج؟ يعني
الفلاحة علاش معمولة؟ الفلاحة معمولة باش الناس تكدس فلوس ولا باش توكل الناس أخرى، توكل روحها ساعة أو عائلاتها ولا توكل الناس أخرى؟ رجل عنده الماديات ياسر، كي يخلط غاديك اللي مش يجيه معناها لو واحد وعظم يطلص. نحن الناس فقراء ما عندناش باش نعطوا حاجة. هذاك اللي باش يتغلب علينا. والمحكمة حكمت علينا مرتين يحكم الاضطراب اللي نحن. ولكن من في التنفيذ ما نقولش حكم. تو ريت انت تصور وزير فلاحة جاء وزير ملك الدولة جاء عمره ما خذا قراء. تو أرض الدولة قاعد واحد أخر يفك. معناها مسيبة. استراتيجية الدولة ماهيش معمولة على خاطر الناس. ماهيش معمولة على خاطر توكل الناس. ماهيش معمولة على خاطر تضمن دخل للفلاح. مش مضمون على خاطر الفلاح ولا المواطن التونسي حتى اذا كانوا ساكن في شارع حبيب بورقيبه. استراتيجيه الدوله ننجو باش نصدروا اللي نصدروه شويه فلوس الدفيز هذيك نجيبوا نشروا بها زيت الحاكم ونشروا بها كذا ونشروا بها كذا ونشروا بها كذا. ها هي سياستنا مش معقده برشا، سهله. اذا كانت تبني على التصدير شكون نجم يصدر؟ الكبير. دونك مساعدات الدولة للفلاحة في عوض كانت تمشي ولا كانت نجم تمشي للفلاحين الصغار اللي وكلوا عائلاتهم وكلوا القرية بتاعهم وكلوا كذا، تمشي للمنتجين الكبار لأنه هذوك حاجتنا بيهم باش صدروا، حاجتنا بالدفيز. هي نفس السياسة الاستعمارية بالضبط، فتغير فيها حتى شيء. الإنتاج باش تلم فلوس للتصدير أساساً ومش جديد من وقت الاستعمار. المنطقة نحن قاعدين نحاولوا كيفاش باش تنميها باش تزيد تقدم القدام، نجيبوا نشوفوا نحاولوا نجيبوا مستثمرين أجانب. الحل الوحيد تتعمل جمعية ولا تعاضدية كما كانت ويدخلوا للجان هذوم اللي أقل من 50 سنة ولا حتى أكثر من 50 سنة وهو ما خدمش ويعملوا تعاضدية ويخدموا حدهم يخلصوا الدولة ويخلصوا الفيسك ويخلصوا كذا وربيعهم يخذا. الدولة يلزمها توقف مع المزمرين. يا راي لو وقفت مع المزمرين قدرة الله الدولة تربح. أما ما دام مش متلفتن لهن ما فما شيء.